الآن هناك أنباء متداولة عن عودة حفتر غدا إلى بنغازي، ما مدى صحة هذه المعلومات؟ أول شيء إن شاء الله بكرة حتكون فرحة كبيرة في إقليم برقة أو في المنطقة الشرقية أو في عامة ليبيا برجوع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشيرة كان حرب خليفة بن قاسم حفتر لمدينة بنغازي، وبإذن الله بإذن الله غدا سوف يلقي كلمة للشعب الليبي، وبإذن الله في مفاجأة أكبر من مفاجأة رجوعه في الساعات القادمة. وهذه قناتكم أول حاجة تفوز بها الخبر هذا. طيب يعني هل يمكن، هذا يعتبر انفراد للنبأ يعني منك، لكن هل يمكن أن تخبرنا عن يعني أي شيء أو جزء يعني عن المفاجأة التي ستحدث غدا؟ هو بن سري، لكن راه تحرك عسكري وحيكون ضربة قاسمة للظهر للإخوان والمقاتلة ومن يتبعهم. عفوا، تحرك عسكري تحديدا كيف يعني، في أي اتجاه؟ دارنا مثلا في ليبيا؟ لا، دارنا سهله، دارنا مشكلتها محلوله. دارنا اذا كان من توا يقولوا مرحبين بالسلم، توا سلم بعد ما صلبوا ابناء الحرير وقتلوا الليبيين وخطفوا وهجروا ويا مدار وتفجيرات واغتيالات. طيب هو خطر عليهم السلم مجلس شعراء. طيب سيد انس، اذا كانت حاله خليفه حفتر كما ذكرت ان حالته الصحيه جيده وانه سيلقي غدا كلمه وسيعود الى بنغازي، لماذا تكتمت قيادات الكرامه كل هذه او طيله الفتره الماضيه عن حالته الصحيه؟ تمام، شوفي، اول حاجه باش نبدو واضحين، المشير خليفه حفتر مش وحكه صحيه، قصدي عادي انسان، قصدي يمرض. انا مواليد 93، انت مرضت وعيت في المستشفى، قصدي عادي المرض هذا الانسان ضروري يمرض. حتى لو انه مرض واحد صحيه مش نفس موصف قناتكم، انا حاجه واحده بنعرف انتم قناتكم بكره كيف بتواجه الناس، انتم اعلنتوا وفاه، انتم قتلتوه. يا سيد انس، هذه الانباء ليست فقط من اعلنتها قناه النبأ، يعني هناك صحف عالميه تحدثت عن هذا، صحف فرنسيه وصحف بريطانيه. قناتكم اعلنت ان وزير الخارجيه الفرنسي قال ان حفتر ميت فعليا. نعم، وزير الخارجيه الفرنسي وقال الكلام هذا ما فيش منه. انتم ايش قلتوه عليه وانتم من وين شفتوه الكلام؟ معقوله تاخذوا في كلامكم الفيسبوك والتويتر؟ يا سيد أنس، يعني ليست، يعني إذا كنت تتحدث عن مصداقية القناة فهي يعني أنت تشكك أيضا في تصريحات وزير الخارجية الفرنسي وأيضا أعضاء من البرلمان وجهات مقربة من طلع رئيس لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي، طلع وقال إن صحة حفتر سليمة 100% وما في شيء حاد ولينا إشاعات، قال في وسط البرلمان. قصدي انتم قناتكم علت ان الراجل ميت فرعيا، بس ما علتش ان رئيس لجنه الفرنسي صحح وقال ان الراجل ميت. طيب سيد انس، طيب سيد انس، اذا كنت تتحدث ان يعني قناه النبأ يعني صرحت بمعلومات خاطئه في هذا الاتجاه، ماذا عن التسريب الذي اذاعته قناه النبأ لعقبه يعني نجل خليفه حفتر وهو يؤكد ان والده في غيبوبه حتى الان ويعاني من نزيف في الدماغ؟ غير لحظه، طب نسال السؤال بس، معلش، قصدي انتم قناتكم اراها اسبوعين تقول حفتر، بس اكثر من حفتر اعطيتوه وقت كبير، بكل انتم زدتوا خليتوا الناس تحبه. يا سيد انس، سؤالي، لم تجبني على سؤالي، اذا كانت قناه النبأ قد صرحت بمعلومات خاطئه كما تدعي او كما تقول، ماذا عن التسريب الذي اذاعته قناه النبأ لعقبة حفتر الذي يؤكد فيه ان والده يعاني من غيبوبه كامله وانه لديه نزيف في الدماغ؟ انا والله بصراحه ما شفتها، انا والله ما شفتها. طيب يبقى يجب عليك مراجعه التسريبات التي اذاعتها قناه النبأ وربما تتواصل مع عقبة حفتر لتتاكد منه. سيد انس، لا تواصل معهم وسأل تنشوفها.